الأنبياء هم خير من خلق الله تعالى، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل لينشروا رسالته ويهدوا الخلق إلى الحق، وكان لكل منهم معجزاته ومميزاته. ولكن كان هنالك نبي جعل الله له ملك الأرض بما فيها، فكان له من السلطة والمال ما لم يكن لأحد من قبله ولا من بعده، وهو سليمان عليه السلام. ولكن ما قصة خاتم سليمان؟ وهل هو السبب بمعجزاته؟ وأين أصبح الخاتم الآن؟ ومن يخبئه؟ في هذا المقطع سنجيبكم على هذه الأسئلة جميعها، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. إن النبي سليمان هو ابن نبي الله داود عليهما السلام، وكان أعظم أنبياء بني إسرائيل، ولقد ورث الملك عن سيدنا داود عندما كان عمره 12 عاما. ولقد أنعم الله تعالى على سيدنا سليمان بمعجزات خاصة به لم ينعم على أحد بها من قبله ولا من بعده، فقد كان عليه السلام يكلم الحيوانات والجماد ويفهم كلامها، كما كان يسخر الجن والشياطين لخدمته وإطاعة أوامره، وكان يسخر الرياح في صنع ما يريد. ويقول البعض أن السر في بعض هذه المعجزات العظيمة يكمن في خاتم سليمان، وخاصة في تسخير الجن والشياطين، والله أعلم بذلك. وقد تنقلت الأجيال قصة بخصوص هذا الخاتم، والله أعلم بصحتها، وهي أن الشيطان اللعين كان يريد سرقة الخاتم من سليمان، وبقي يحاول سرقته لعدة سنين، إلا أن سليمان عليه السلام لم يكن ينزعه من إصبعه إلا للضرورة الملحة. ويقال أنه في أحد الأيام أراد سليمان عليه السلام الدخول لبيت الخلاء، واضطر لنزع خاتمه، فنزعه من إصبعه وأودعه عند زوجته ريثما يخرج، وأوصاها ألا تغفل عنه البتة ولا تعطيه لأحد. ثم دخل إلى الحمام، فتصور الشيطان بصورة سليمان وذهب إلى زوجته وقال لها هات الخاتم، فأعطته إياه، فلبس الشيطان الخاتم ثم ذهب وجلس على عرش سليمان. وعندما خرج سليمان من بيت الخلاء ذهب إلى زوجته فقال لها أعطني خاتمي، فقالت الآن أعطيتك إياه. فعلم سليمان بما فعل الشيطان اللعين، ويقال أن سليمان قد خسر ملكه بسبب هذه الحادثة، واضطر بعدها للعمل بصيد الأسماك فترة لجن قوت يومه، وقد استمر ذلك لمدة 40 يوما. وقد استولى الشيطان اللعين على عرش سليمان وأصبح يدير شؤون الناس، حتى ألقى الله في نفوس الناس حقيقة الشيطان، فثار الناس عليه وطردوه، فقام بإلقاء الخاتم في البحر. وبينما كان سليمان عليه السلام عائدا من عمله إلى بيته بحصيلة يومه من السمك، فتح بطن السمكة فوجد الخاتم فيها، فارتداه مرة أخرى وعاد إليه ملكه، فقام بتصفيد الشيطان بالسلاسل ورميه في قاع المحيط. وتعتبر تلك الحادثة فتنة واختبارا لسليمان عليه السلام، ويقال أنها تفسر قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ويوجد العديد من المآخذ على تلك القصة تجعلها ضعيفة جدا بل وخاطئة بالكلية، وأهمها أن الشيطان اللعين ليس لديه القدرة على التشبه والتصور بهيئة الأنبياء، وإلا فإنه لن يبقى اعتماد على شيء من الشرائع. وثانيا أن الشيطان لو كان له القدرة على فعل ذلك بسليمان عليه السلام لكان فعله بجميع العلماء والأولياء، وهو أضعف من إيذاء الأولياء والعلماء، فما بالك بالأنبياء. أما تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان، فيقال أن سليمان عليه السلام كان يحب القتال في سبيل الله كثيرا، ففي أحد الليالي قال لأطوفن اليوم على 70 امرأة من زوجاتي، تلد كل واحدة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل أي امرأة من زوجاته إلا واحدة، ولما أنجبت نصف طفل.
فأخذوه لسليمان عليه السلام وهو جالس على كرسيه. أما ذكر الخاتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وضعف الألباني هذا الحديث. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا لتصلكم مقاطعنا القادمة، ومن دونه فإن الاحتمال الأكبر ألا يوصلها اليوتيوب إليكم. ودمتم بحفظ الله ورعايته.